مرحبا، ما عرفتيني، أنا نيبال. بدي تلاقي لي أي طريقة لأخلص من هالحمل. الولد ضروري ينزل بسرعة. والله يا أختي ما بقي لي حل تاني أبدا. الله يوفقك، ببوس إيدك، ساعديني بهالشغلة. إذا ما نزلته رح أقتل حالي وأقتل الولد. قتل نفس أحسن من قتل نفسين. شوفي لي حل بترجاكي. إيه، كتر خيرك، المسا بشوفك لكان. طيب ناطرتك، لا تطولي. اجتك ضيفة. شرفتي. شو عملت لك يا بنتي؟ ليش بدك تبليني بمصيبة؟ شو بدي أعمل؟ مو بإيدي، هالحل ما في غيره عندي. بنتي اسمعيني، لما بتقلب معدتك وبصير راسك يلف بتروحي على المستشفى بسرعة، بس اوعى تجيبي سيرتي بالمرة، ماشي؟ أي تمام، أنتي لا تاكلي هم. يلا خلص فيكي تروحي. كل شوي فوت لعندها وتطمن عليها. الآغا قال لي خليك برا. ايه ايه، بلا ما تشوفها بيكون أحسن. الله يعيننا. سامحيني يا حبيبة قلبي، أنا والله روحي فداكي. سامحيني، الله يخليكي. شفتك، احكي مين هنيك. لك هذا انا ولا ها؟ هذا انت؟ اي مين بده يكون؟ خذ هالاكياس. لك شبن هدول امتى ناموا؟ ما لحقوا يناموا، قبل شوي كان عندهم ضيفه. مين هالضيفه اللي عندهم؟ ولك نيبال، افتحي الباب احسن لك. نيبال افتح الباب احسن ما اكسره. نيبال، شو بك اختي؟ نيبال ردي علي. شو عم يصير هون؟ راضي عنا. لك شو عملت بحالها؟ شو هذا اللي شربانته؟ جاوبيني احسن. هي انتي؟ سلامتها وبخاطركم.